السلام عليكم. هنا رانا امام واحد من الحصون الستة تاع مدينة الجزائر، وكما نعرف انه الجزائر العاصمة فيها 6 حصون في كل خليج الجزائر، وهذا واحد من الاسباب اللي جعلت فرنسا تدخل للجزائر من الجهة الغربية، بحيث كان خليج نتاع الجزائر كان محصن. وهنا رانا امام واحد من 6 حصون الموجوده على امتداد خليج الجزائر. الحصن هذا موجود في بلديه برج الكيفان، وهو راه قيد الترميم. والحصن هذا يعود الى القرن 16، وهو يعني حصن جزائري، مش حصن عثماني ولا أي، هو حصن جزائري، لأن الجزائر موجودة منذ القرن 16، منذ 1560. إذن هي هذه أحد الحصون الموجودة في خليج الجزائر. إذن نترككم مع هذه الصور. السلام عليكم.